في مثل هذا اليوم 24 من مايو من عام 1543 توفي عالم الرياضيات والفيلسوف والفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكس، أحد أعظم علماء عصره، فهو أول من صاغ نظرية مركزية الشمس وكون الأرض جرماً يدور في فلكها، وذلك في كتابه في ثورات الأجواء السماوية، وهو مطور نظرية دوران الأرض، ويعتبر مؤسس علم الفلك الحديث الذي ينتمي لعصر النهضة الأوروبية. فهناك 5 أشخاص لعبوا دوراً محورياً في نقل أوروبا من حالة الثبات العميق إلى مرحلة النهضة. هؤلاء الأشخاص هم البولندي كوبرنيكس، الدنماركي براها، الألماني كابلر، الإيطالي غاليليو، والإنجليزي نيوتن. ولعل أكثر هؤلاء الأشخاص تأثيراً هو كوبرنيكس، لأنه صاحب الضربة الأولى التي زلزلت كيانات الجمود القائمة في عصره.